التحضير راح يكون من خلال تكوين المتطوعين، هما هادو كانوا يديروا اجتماعات عن طريق الزوم وعن بعد، ولكن اليوم راح يكون حضوري لوضع اللمسات الأخيرة. سيتم تكوينهم في 3 محاور أساسية. المحور الأول يتعرفوا على الدبلوماسية الشبابية وخصوصيتها في إفريقيا. المحور الثاني راح يتكلم على المهارات التي يجب أن يتحلى بها لدى المنظم أو المشرف على عملية التنظيم في مثل هذه النشاطات. والمحور الثالث سيكون في محتوى الملتقى، اللي هو المجهودات الجزائر في مجال التكوين وفي مجالات في مجال الشباب، حتى يستطاع الشباب الجزائري الذي سيشرف على العملية أنه يكومينيكي ويسوق لما قامت به الجزائر في هذه. نحن هنا لإتمام التحضيرات لاستقبال الوفود. نحن ممتنين للمجلس الأعلى للشباب لاستقبالنا هنا في الجزائر وبالخصوص في وهران. نشعر أننا في وطننا منذ أن وطأت أقدامنا هذا البلد. المؤتمر القادم مهم جدا، لأن الشباب يمثلون الغالبية الكبرى للقارة الإفريقية، ومستقبل بلداننا وقارتنا مرهون بالشباب. نتمنى باستقبالنا ل500 قائد من أنحاء إفريقيا أن يتم مناقشة وأخذ القرارات حول مستقبل إفريقيا التي يريدون بناءها. ولأجل هذا نحن جد متحمسين ونأمل في نجاح هذا المؤتمر. درنا اليوم دورة تكوينية اللي تعلمنا فيها بزاف صوالح، كما تعلمنا مهارة التنظيم، تعلمنا ثقافة دبلوماسية. اليوم أنا في اليوم الأول من التكوين، واللي الهدف تاعه أنه يمدوا لنا كل الموارد والمعارف الأساسية باش حنا نكونوا يعني ننطلقوا بقاعدة واحدة، وأنه نكونوا عندنا كامل نفس المعلومات والمعارف باش نقدروا نمثلوا إن شاء الله الجزائر.